الليلة 27، ورد فيها الغسل. وروي أن الإمام زين العابدين عليه السلام كان يقول فيها من أول الليلة إلى آخرها: اللهم ارزقني التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. وادع بهذا الدعاء: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ماد الظل ولو شئت لجعلته ساكنا، وجعلت الشمس عليه دليلا، ثم قبضته إليك قبضا يسيرا. يا ذا الجود والطول والكبرياء والآلاء، لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت يا قدوس يا سلام، يا مؤمن يا مهيمن، يا عزيز يا جبار يا متكبر. يا الله يا خالق يا بارئ يا مصور. يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وأن تهبني يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، وترضيني بما قسمتني، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك، والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه وعليهم، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.